السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حالكم يا شباب؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم وأن يكتب لكم ولنا العافية أجمعين يا رب العالمين. مع بعض النهاردة في المحاضرة الرابعة من مقرر القانون التجاري فرقة تانية انتساب مجموعة 3 ومجموعة 4 على قناة يوتيوب كلية التجارة جامعة عين شمس. النهاردة عايزين نعرف ايه عناصر المحاضرة. 4 عناصر. عايزين نعرف يعني ايه شركة، وما هو الفرق بين الشركة وما يشبهها. 2 طوائف الشركات. 3 انواع الشركات التجارية. 4 اشكال الشركات التجارية وبعض احكامها. بس لازم نعرف ان دي اول محاضرة للتلت الاخير من المقرر. احنا كده درسنا الاعمال التجارية ده تلت، التاجر ده تلت، والشركات التجارية ده التلت الاخير. دي اول محاضرة من الثلث الاخير من مقرر القانون التجاري. اول عنصر من عناصر المحاضرة هو تعريف الشركة وما هو الفرق بينها وبين ما يشبهها. اولا تعريف الشركة. الشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح او خسارة. تاني، الشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو خسارة، تقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة. واضح جدا مدى توافر عدة أركان: تعدد الشركاء، تقديم الحصص، ونية المشاركة، واقتسام الأرباح والخسائر. نيجي الفرق ما بين الشركة وما يشبهها. عايز اعرف الفرق ما بين الجمعية والشركة والفرق ما بين الشيوع والشركة. اولا او ثانيا بقى الفرق بين الشركة والجمعية. هناك اوجه تشابه واوجه اختلاف بين الشركة والجمعية. اما عن اوجه التشابه ما بين الشركة والجمعية فتتمثل فيما يأتي: 1 تعدد الأشخاص المكونين للشركة أو الجمعية. 2 الهدف من تأسيس الشركة أو الجمعية هو تحقيق غرض معين. 3 يتمتع بشخصية اعتبارية. 4 يدار بأسلوب متقارب. دي اوجه التشابه، بعض اوجه التشابه ما بين الشركة والجمعية. لكن هذا التشابه لا يعني الخلط بين الشركة والجمعية. ففي حين ان غرض الشركة هو تحقيق الربح، الشركة بتهدف الى تحقيق الربح، فان الجمعية لا تهدف الى تحقيق الربح، وانما تهدف الى تحقيق اغراض اخرى اجتماعية او ادبية او دينية او علمية او رياضية او الى غير ذلك. يبقى الفرق الوحيد ما بين الجمعية والشركة ان الشركة بتهدف الى تحقيق الربح، لكن الجمعية بتهدف الى تحقيق اغراض اخرى غير الربح. نيجي الفرق ما بين الشركة والشيوع. الشيوع هو زي ما قلنا المحاضرة اللي فاتت، هو اذا ملك 2 او اكثر شيء غير مفرزة حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع. والشيوع نوعين: اما شيوع اجباري، كذلك الذي ينشأ بين الاخوة كاثر للميراث، واما ان يكون اختياري كما لو اتفق اكثر من شخص على ملكية مال معين دون ان تكون حصة كل منهم فيه مفرزة. سهل جدا نفرق ما بين الشركة والشيوع الإجباري.
سهل جدا نفرق ما بين الشركه والشيوع الاجباري. اي نعم، الشيوع سواء كان اجباري او اختياري، وكذلك ايضا الشركه هو نوع من الاستغلال الجماعي للمال. نعم، هما كلاهما نوع من الاستغلال الجماعي للمال، لكن في فرق شاسع جدا ما بين الشيوع خصوصا الاجباري وبين الشركه. الشيوع الاجباري بيكون نتيجة عمل لا دخل لأحد فيه. الشيوع الإجباري بيكون نتيجة عمل مادي وحالة الوفاة. حالة الوفاة بينشأ عنها شيوع إيه؟ إجباري. لكن بالنسبة للشركة فهو ناتج عن عمل إرادي، وهو عقد الشركة، وهو عقد الشركة. فإذا عقد الشركة هو عمل إرادي، لكن الشيوع الإجباري لا دخل لإرادة المشتاعين فيه. طيب نيجي للفرق ما بين الشيوع الاختياري والشركة. أولا، أهم ما يميز الشركة هو نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر، وبالتالي هذه النية غير موجودة فين؟ في الشيوع الاختياري، وهو حالة من اتفق شخصان أو أكثر على أن يتملكوا مال معين دون إفراز حصة كل منهم فيه، تملك فقط لا غير، دون وجود نية التأسيس شركة أو نية المشاركة واقتسام الأرباح أو الخسائر. وبالتالي الشيوع الاختياري لا يوجد فيه نية تأسيس الشركة، لا يوجد في الشيوع الاختياري نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر، هذه النية موجودة فين؟ في الشركة فقط. إذن أهم ما يميز الشركة عن الشيوع الاختياري أن في الشركة توجد نية للمشاركة واقتسام الأرباح والخسائر، أما الشيوع الاختياري فلا توجد لمثل هذه النية. نيجي للعنصر الثاني من عناصر المحاضرة، وهو طوائف الشركات. نيجي للعنصر الثاني من عناصر المحاضرة وهو طوائف الشركات. أولا، أنا عندي طائفتان كبيرتان، توجد طائفتين كبيرتين للشركات. عندي شركات مدنية وشركات تجارية، توجد شركات مدنية وشركات تجارية. وقلنا لحضراتكم امتى بتكون الشركة تجارية؟ اذا اتخذت احد الاشكال المنصوص عليها في قوانين المتعلقة بالشركات ايا كان غرضها، ايا كان غرضها. يبقى اذا امتى تكون الشركة تجارية؟ اذا اتخذت احد الاشكال المنصوص عليها في قوانين المتعلقة بالشركات. امتى تكون الشركة مدنية؟ اذا لم تتخذ الشركة احد اشكال الشركات التجارية السبعة، إذا لم تتخذ الشركة أحد أشكال الشركات التجارية السبعة. وبالتالي معيار التفرقة بين الشركة المدنية والتجارية هو الشكل، هو الشكل الذي تتخذه هذه الشركة. مثال للشركات المدنية: شركة المحاماة، شركة المحاسبة، شركة الاستغلال الزراعي، سواء كان الشركة تملك هذه الأرض أو مجرد مستأجرة لهذه الأرض. يبقى إذن طائفتان: شركات مدنية وشركات تجارية. لكن أهمية التفرقة بقى، لماذا نحن نفرق ما بين الشركات المدنية والشركات التجارية؟ لماذا نفرق ما بين الشركات المدنية والشركات التجارية؟ أولا، تظهر أهمية التفرقة من عدة نواحي. واحد، الشركات المدنية بتخضع لأحكام القانون المدني. طيب الشركات التجارية بتخضع لأحكام القانون التجاري، دي واحد. اتنين، الشركات التجارية تاجر، وبالتالي هتخضع للواجبات المفروضة على التجار اللي احنا قلناها: امساك نفاذ التجارية، القيد في السجل التجاري، كما يجوز شهر إفلاسه. لكن بالنسبة للشركات المدنية فلا تخضع لهذه الالتزامات. ثلاثة، تخضع الشركات التجارية لإجراءات خاصة بالنشر والشهر، تختلف عن تلك الإجراءات المتبعة في الشركات المدنية. أربعة، مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة في الشركات المدنية، مسؤولية الشركاء عن ديون الشركة في الشركات المدنية تختلف عنها في الشركات التجارية. خلاص، حيث الشريك في الشركة المدنية
بيسأل عن ديون الشركة في ماله الخاص في حدود نسبة مساهمته في خسائر الشركة. الشريك في الشركة المدنية بيسأل عن ديون الشركة في ماله الخاص في حدود نسبة مساهمته في خسائر الشركة. خلاص كده يا شباب. أيضا لا يوجد تضامن بين الشركاء في الشركة المدنية عن سداد ديونها. لا يوجد تضامن بين الشركاء في الشركة المدنية عن سداد ديونها. أيضا في حالة إعصار أحد الشركاء يتم توزيع حصته في الدين على الباقين. يتم توزيع حصته في الدين على الباقين. طبعا هنعرف بالتفصيل بعد فترة بعد العنصر الجاي يعني عن أحوال مسؤولية الشركاء في الشركات التجارية. هنعرف أحكام مسؤولية الشريك المتضامن، أحكام مسؤولية الشريك الموصي، وأحكام مسؤولية المساهم. أخيرا في أهمية التفرقة ما بين الشركة المدنية والشركات التجارية، أن الدعاوي التي ترفع على الشركاء في الشركات التجارية بسبب أعمال الشركة بتتقادم بخمس سنوات من تاريخ حل الشركة أو من تاريخ شهر هذا الحل. أما بالنسبة للشركات المدنية فلا تتقادم الدعاوى التي ترفع على الشركاء إلا بمضي 15 سنة. كده عرفنا طوائف الشركات، نعرفنا إن هم شركات مدنية وشركات تجارية، وعرفنا أهمية التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية، وده موضوع في غاية الأهمية. نيجي للعنصر الثالث من عناصر المحاضرة، وهو أنواع الشركات التجارية. أنواع الشركات التجارية، واضح قدام حضراتكم أن هذه الأنواع ثلاثة أنواع. يبقى بتنقسم الشركات التجارية إلى ثلاثة أنواع: شركات الأشخاص، وشركات الأموال، والشركات المختلطة. طيب ما هو معيار هذا التقسيم؟ معيار هذا التقسيم هو مدى قيام الشركة على فكرة الاعتبار الشخصي أو المالي. مدى قيام الشركة على فكرة الاعتبار الشخصي أو المالي أو كلاهما. إذا كان المعيار الشخصي أو الاعتبار الشخصي هو السائد، كانت الشركة من شركات الأشخاص. وإذا كان الاعتبار المالي هو السائد، كانت الشركة من شركات الأموال. وإذا كان الاعتبار الشخصي والاعتبار المالي لهم اعتبار، كانت الشركة من الشركات ذات الطبيعة المختلطة. كانت الشركة من الشركات ذات الطبيعة المختلطة. بالنسبة لشركات الأشخاص بتقوم على فكرة الاعتبار الشخصي، ويترتب على ذلك عدة نتائج. واحد، لا يجوز انسحاب شريك أو انضمام آخر إلا بموافقة الشركاء الآخرين منعا لدخول الغرباء بينهم. اثنين، لا يجوز لأي شريك أن يتنازل عن حصته لشخص من الغير إلا بعد موافقة الشركاء الآخرين. ثلاثة، تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو إعصاره ما لم يتم الاتفاق على استمرارها مع الباقين. بالنسبة لشركات الأموال بتقوم على فكرة الاعتبار المالي، ويترتب على هذا عدة نتائج. منها، يجوز الخروج منها أو الانضمام إليها بدون موافقة باقي المساهمين. 2، يجوز لأي مساهم أن يتنازل عن أسهمه لشخص من الغير دون موافقة باقي المساهمين. 3، لا تنقضي الشركة بوفاة أو إعصار أو إفلاس أحد المساهمين أو الحجر عليه. والنموذج المثالي لشركات الأموال هنعرف في العنصر الجاي هو شركة المساهمة. أما الشركات ذات الطبيعة المختلطة، فهذه الشركات بتجمع ما بين خصائص شركات الأموال وما بين بعض خصائص شركات الأشخاص، أي أنها تجمع ما بين الاعتبار المالي والاعتبار الشخصي. فحرية الشركاء في الانسحاب أو الانضمام أو التنازل عن حصصهم أو أسهمهم مقيدة، وفي المقابل لا تنقضي بوفاة
احد الشركاء او انسحابه او افلاسه او اعصاره. يعني واضح ان هي بتجمع ما بين بعض احكام او بعض خصائص شركات الاموال وبعض خصائص شركات الاشخاص. نيجي لأشكال شركات الاشخاص وبعض احكامها. شركات الاشخاص عندي ثلاث اشكال: شركة تضامن، شركة توصية بسيطة، شركة محص. شركات الاشخاص عندي ثلاث اشكال: شركة تضامن، شركة توصية بسيطة، وشركة محص. عايز اعرف احكام كل شكل من هذه الشركات. واحد، احكام شركة التضامن. احكام شركة التضامن، اولا احكام شركة التضامن. واحد، تتكون من نوع واحد من الشركاء، يطلق عليهم الشركاء المتضامنين، لا يقل عددهم عن اثنين. ثلاثة، يكتسبون صفة التاجر. اربعة، يسألون عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية في اموالهم الخاصة. خلاص كده يا شباب؟ يبقى اذا واضح جدا مدى اعتبار الشخص لهذه الشكل من اشكال الشركات التجارية. نيجي احكام شركة التوصية البسيطة. التوصية البسيطة لها احكام، منها: واحد، تتكون من نوعين من الشركاء، شريك متضامن يأخذ نفس الحكم القانوني ونفس المركز القانوني للشريك في شركة التضامن، وشريك موصي. ممكن شريك متضامن واحد زائد شريك موصي واحد. وقلت لحضراتكم ان الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة بيأخذ ذات المركز القانوني للشريك في شركة التضامن، اما الشريك الموصي فلا يكتسب صفة التاجر. اثنين، لا يسأل عن سداد ديون الشركة الا بمقدار حصته في رأس المال. ثلاثة، لا يدخل اسمه في عنوان الشركة. في شركة التضامن اسم الشركة او عنوانها بيحمل اسم احد الشركاء المتضامنين زي العبارة وشريكه او شركاء. لكن عندنا في شركة التوصية البسيطة اسم الشركة يتضمن اسم احد الشركاء المتضامنين وشريكه، لكن لا يجوز ان يدخل اسم الشريك الموصي لا في عنوان الشركة ولا في اسم الشركة. وكذلك لا يجوز للشريك الموصي ان يتدخل في اعمال الادارة الخارجية حتى ولو كان ذلك بتوكيل من باقي الشركاء. خلاص كده يا شباب؟ دي بعض احكام شركة التوصية البسيطة. نيجي لبعض احكام شركة المحصة. شركة المحصة: واحد، شركة مستترة خفية لا وجود لها الا فيما بين الشركاء فيها. يبقى شركة المحصة واحد احكامها يعني: واحد، شركة مستترة خفية لا وجود لها الا فيما بين الشركاء. اثنين، لا يوجد لها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء. ثلاثة، لا تتخذ لها اسم او عنوان. اربعة، ليست لها شخصية قانونية، يديرها شخص يسمى مدير المحصة، وعندما يتعاقد مع الغير يتعاقد باسمه هو وليس باسم الشركة. خلاص كده يا شباب؟ يبقى اذا واضح جدا مدى قيام الاعتبار الشخصي لهذه الاشكال الثلاثة. نيجي لشكل شركات الاموال وبعض احكامها. قلت لحضراتكم ان النموذج المثالي لهذا الشكل هو شركة المساهمة. بعض احكام هذه الشركة تتمثل بعض احكام شركة المساهمة فيما يأتي: واحد، يتكون رأس مالها من أسهم متساوية القيمة. الحد الأدنى لقيمة السهم 10 قروش. يتم تداول هذه الأسهم بالطرق التجارية.
على الواجه المبين في القانون. 4. الحد الأدنى لعدد الشركاء المؤسسين 3. الحد الأدنى لعدد الشركاء المؤسسين فيها 3. 5. يتملك كل مساهم عدد من الأسهم عن طريق الاكتتاب. يتملك كل مساهم عدد من الأسهم عن طريق الاكتتاب، ويجوز تداولها والتنازل عنها زي ما قلنا قبل كده دون موافقة باقي المساهمين. ويجوز تداول هذه الأسهم والتنازل عنها دون موافقة باقي المساهمين مع مراعاة بعض القيود القانونية على حرية تداول الأسهم، وأيضا بعض القيود الاتفاقية إن وجدت في بعض الأحوال. والاكتتاب يا شباب نوعين، الاكتتاب نوعين، اكتتاب عام واكتتاب مغلق. اكتتاب عام واكتتاب مغلق. الاكتتاب العام يكون موجه للجمهور، ويكون من حق كل شخص الاكتتاب في رأس المال. فالمكتتبون في هذا النوع من الاكتتاب غير معروفين ولا محددين سلفا، غير معروفين ولا محددين سلفا. أما الاكتتاب المغلق فيقتصر الاكتتاب على المؤسسين وعدد محدد سلفا من المساهمين. الاكتتاب المغلق يقتصر الاكتتاب على المؤسسين وعدد محدد سلفا من المساهمين. تاني، الاكتتاب المغلق فيه يقتصر الاكتتاب على المؤسسين وعدد محدد سلفا من المساهمين، ويطلق على الشركات في حالة الاكتتاب العام شركات مساهمة مفتوحة، ويطلق على الشركات في حالة الاكتتاب العام شركات مساهمة مفتوحة، وفي حالة الاكتتاب المغلق يطلق عليها شركات مساهمة مغلقة. ويكون للشركة اسم تجاري، ويكون للشركة اسم تجاري يشتق من غرضها، يشتق من غرضها. كما يجوز أن تتخذ الشركة اسم واحد من هؤلاء المساهمين، وفي حالة التحول يجوز الإبقاء أيضا على اسم الشريك القديم، كما هو الحال بالنسبة لعثمان أحمد عثمان وشركاء. كانت في الأول بدأ عند تأسيسها كانت شركة تضامن، ثم تطورت وزاد نشاطها وزيعها وتم تحويلها إلى شركة مساهمة. فظل القانون قال أنه يظل الإبقاء على اسم الشركة القديم في حالة أيضا إيه؟ في حالة التحول. كما يقول أيضا للشركة أن تتخذ اسم خاص أو اسم أحد المؤسسين أو المشاركين فيها. وهذا الحكم الأخير مضاف مؤخرا إلى القانون رقم 159 سنة 81 بموجب القانون رقم 4 سنة 1981. بإن إن شاء الله الأحكام الخاصة بالشركات ذات الطبيعة المختلطة دي هناخدها المحاضرة الجاية. شكرا لكم يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.